سر المناولة والتثبيت داخل الكنيسة الكاثوليكية يحتفل به لمجموعة من الأطفال بلغوا سن العاشرة. يلتئم الأبناء فيه مع ذويهم وأشابينهم بقداس إلهي يتم خلاله منحهم القربان المقدس لأول مرة، حيث احتفلت رعية كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا بمنح سر المناولة الأولى لأبنائهم خلال قداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن بمعاونة الأب خليل جعار راعي الكنيسة، وحضور عدد من الأخوات الراهبات وجموع أبناء الرعية والمؤمنين. وفي كلمة ترحيبية للأب جعار هنأ خلالها الأبناء وذويهم على نيلهم سر القربان المقدس، ومرحبا بسيادة المطران الشوملي بين رعيته في ماركا. ومن أمام هيكل العلي نرفع الأيدي ضارعة والقلوب خاشعة طالبين لك من الله طول العمر في حبريتك المباركة، وطالبين السلام لشعبك، وطالبين للأردن العزيز العزة والسلام في ظل صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين أطال الله بعمره وزينه بالحكمة. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة سماكية بمحافظة الكرك ترأس المطران ياسر العياش القداس الإلهي لمنح سر المناولة الأولى لعدد من أبناء الرعية بمعاونة الأب أيهم زيادين راعي الكنيسة، وحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات عامة وأبناء وشبيبة الرعية. وفي عظته هنأ المطران العياش المتقدمين لهذا السر طالبا منهم أن يكونوا رسل المسيح على الأرض لينير الرب حياتهم، لافتا كذلك إلى أهمية دور الأهل في بناء جيل سليم قائم على تربية مسيحية طاهرة ونقية من أجل مجد الله تعالى والشهادة ليسوع المسيح، خاصة في هاي الأيام اللي تتطلب منا أن نكون كثير شجعاء في تقديم الشهادة الحقيقية لسيدنا يسوع المسيح، سواء كان بأعمالنا أو بأقوالنا أو بأفعالنا في شرقنا العربي المسيحي في بلادنا المقدسة، من أجل أن نثبت إخوتنا في إيمانهم بالمسيح القائم من بين الأموات. شكرا لنور سات. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في الفحيص ترأس الأب بولس حداد راعي الكنيسة قداسا إلهيا لسر المناولة الأولى الذي أقيم بحضور جموع أبناء الرعية. واشتملت كلمة الأب حداد في عظته للحاضرين على النصح والإرشاد وجعل الأجساد كجسد يسوع ودمه الإلهيين، منوها إلى أهمية المناولة وطهارة القلب المقرونة بالتوبة والاعتراف، داعيا الجميع إلى المحافظة على الصلاة وعمل الخير وأن يكونوا سراج نور وأخوة ومحبة. كثير مهم أنه نحافظ على نقاء قلبنا وطهارة قلبنا مثل ثوبنا الأبيض. ربنا يبارك فيكم ويكون فخر إلنا ولأهليكم وللعالم كله أنه أنتوا أنقياء من جوا، أنقياء مش من برا، والرب يعطيكم نعمة والبركة. المسيح قام، حقا قام.